في وقفة سلمية أمام مقر دائرة وهران، احتج صباح اليوم أصحاب السجل مع الأولية وصل الإيداع من 2009، كونها 29 ملف استفاد منهم 11 شخص وبقي 18 شخص. يوجد من لهم الشطب السجل التجاري وأصحاب حيازة العقار وأصحاب غير مقيم وأصحاب ليس أولية والعازبين والأرامل، هي فئة لا طالما قدمت مراسلات وشكاوي للمجلس الشعبي الولائي وهران والدائرة، هي كلها وعود كاذبة قدمها رئيس الدائرة السابق. مواطنو هذه الفئة يناشدون السيد رئيس الجمهورية بالتدخل والنظر في قضيتهم التي تبرأ منها كل مسؤول. هل سيأخذ رئيس الدائرة الحالي طلبات هذه الفئة بعين الاعتبار؟ هذا ما سنتعرف عليه لاحقا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أصحاب ملفات الطعون المحصي، رانا كل خطرة نجو هنايا للدائرة بيستقبلنا حتى واحد، طلبوا من السيد الوالي يشوفنا بعين الاعتبار. رانا كل واحد المحصي كاين اللي عنده حيزة عقار، كاين اللي عنده تحيين الملف، كاين اللي عنده سجل تجاري، كاين اللي عندها الأولوية. ورانا كل خطرة نجو هنايا، كل خطرة ورانا نرجو من القائمة تتعمد، قائمة المستفيد أصحاب الطعون تتعمد. رانا في 10 شهور كل خطرة يقولوا لنا، كل خطرة كل واحد شو عنده. ورانا المؤسسة تاعنا، الملفات تاعنا راهي مؤسسة، قعدنا ملفات وعدنا كواعط ومن حقنا جايين طالبين رجالي. وين ما نروحوا ياخذونا، رحنا للدائرة ما استقبلونا، رحنا لعندك ما استقبلونا. احنا ضربت لنا كل واحد حقه يديه، واحنا كمواطنين جزائريين عندنا الحق في هذه البلاد ولا ما عندناش الحق؟ كاين ارملات، كاين عازبات، كاين دوسيات اللي عندهم الناس مبالغ شهريه بقيمه مرتفعه وداو عطاوهم، وكاين سكنات راهم بالعين سيد الوالد. وكان دير التحقيق راهم سكانين يتباعوا بالدراهم تاع السوسيال اللي مديتهم غير هذه الخطره، والله يا سيد الوالد راهم يتباعوا. وكان دير لجنه وتشوف واحد من الفيلا شوف الدائره الافراج على قائمه الطعون. وشكرا. السلام عليكم سيد الوالي مسيو شاف الدائره، حنا رانا مجموعه تاع ممثلين اصحاب الطعون، حنا سينا لو ماكسيموم اليوم باش ما تكونش كاينه لافول عند لا دائره. هذا ان بوين، باسكو يوميا راه كاينه لافول، حتى واحد ما استقبلنا، حتى جهه رسميه ما استقبلتنا وما عطاتنا تصريح. حنا نتمنوا اليوم دنا جبنا للصحافه، نتمنوا هذه رساله، رانا باغيينكم تشوفوا فينا بعين الرحمه. مسيو لو شيف دايره ومسيو لو والي، مسيو لو والي قلت وهدرت وصرحت باللي اللي عنده شي حق راني هنا باش نعطيه حقه. حنايا حقوقنا كانوا معانا 10 تاع ناس داو، وحنا بقينا 18 ما ديناش. دخلنا عند شاب دايره الاول قال لك جيبوا لي سيفان تاعكم وجيبوا لي صاتكم، جبنا له كاع الادله الصالح. من بعد هو راح وقعدت الامور كيما راهي، رانا كلينا غير الوقت فيها كفات هذا ما بان والو. النهار اللي كان هو هنا قال لك نصبروا دوك نعيط لكم، هيا اللي كانوا ممثلين لنا هما ستايلو وحنا قعدنا بلاش. بقينا حنا 18 نورمالمون هنا رانا نجوا، ما كانش تيرا يستقبلنا. نطلبوا من السيد الوالي ان شاء الله باش يشوف لنا المشكل هذا تاعنا، وان شاء الله بربي باش نلوم مع الاحتفال تاع وهران ان شاء الله اللي راه داخل ان شاء الله، يدخل علينا كاع الجميع ان شاء الله بالفرحه والسرور ان شاء الله. السلام عليكم. هادي ولايه وهران، الله يخليك، حنا درنا فيك ثقه من بكري، ملي جيت نتايا تبدلت بزاف صوالح، وهران تسقمت، عطيت الناس، فرحت الناس، فرحت المساكين. صاو حنا حقنا وراه، حنا صحاب الركور وراه حقنا وراه، ما بان علينا خبر، ما جبت لنا حقنا، عطينا حاجه تبين باللي رانا نيشان، بينا حاجه تبين باللي رانا مؤسسين. احنا كاين احنا ثاني عندنا حق في السكن، احنا ثاني مواطنين كيما الدول الخليج، احنا ثاني من حقنا ندو. تبين لنا غير عطينا الاسماوات، نعطينا الموافقه ماشي موافقه، لا بو ما كاينش سكن يقارو معليش، المهم بين لنا احنا ثاني مواطنين، احنا مواطنين جايين نهضروا وجايين نهضروا على حقنا، ورانا نهضروا بنظام وما درناش الفوضى، ونعرفوك والي انت منصف. ماذا بك تبين لنا، عطينا الضوء، عطينا الضوء، خاطر حنا ثاني كاع جزائريين وكاع اولادك.
كاع من حقنا نستهلو كيما سكنتو فرحت الناس، حنا ثاني فرحنا، انا ثاني نستاهلو نفرحو، وراه جاي الالعاب الاولمبيه كيما راك فرحان انت، حتى انا نبغي نفرحو، كيما بغيت تفرح انت، كيما فرحو كاع الناس. السلام عليكم، رسالتي للوالي الشيخ دايره، السيد الوالي الشيخ دايره، نقول لكم بلي هذا حقنا، انا نطالبو بحقنا بسلميه، ماناش نديرو العقوق، ماناش نهرسو، ماناش خاطر قبلنا هرسو وداروا عطيتوهم، حنا ما درنا والو، مازال ما عطيتوناش، حنا دراري، ماما حنا اولويه للدراري، العزبات اللي قلتو لي كل مواطن. ولايه وهران، سيدي رئيس دائره ولايه وهران، دائره وهران، وهران تحتفل وكاين كثير من ابنائها حزينين. خاصة لأصحاب ملفات قادمة ذات أولوية، كاين اللي عندها ملفات في 40 سنة هو ينتظر يفرح من جهة الفرحة، وقوبل بالرفض لأسباب وهي من بينها رفض تحيين الملف. ما هو هذا رفض تحيين الملف؟ مع العلم أن البلدية قامت باللونكات وطلعت لهم الملف، وعندنا رقم البوردور اللي طلعتها لهم البلدية، وهناك آخرين من أصحاب ملفات قادمة اللي عندها دافع في 1975 1980 من بعد يقولوا له الصالر تاعك زادت، وعلى ما طاواش نهار اللي كانت الصالر تاعه قل من 24000. يبقى سؤال مطروح، نتمنى الرسالة تكون وصلتك يا الشيخ دايره، يا والي ولايه وهران، ويا الرئيس عبد المجيد تبون.